أكتر ناس ما بحبش أتعامل معاهم هم محرومين الرباية. أصل الحرمان مش حرمان أكل وشرب، لا إحنا كنا فاهمين غلط. في ناس ما تربوش كويس، بياكلوا معاك عيش وملح علشان جعانين مش علشان يصونوه. محرومين الرباية دول ما يعرفوش يعني إيه أصالة، ما يعرفوش يعني إيه جدعانة وشهامة، ما يفهموش إن بيوت الناس أسرار بتتدفن مع أصحابها، وإن نقل الكلام خيبة، وتشويه الناس بالكذب قل الدين، ونكران الجميل نقص. محرومين الرباية بيغيروا من الأصيل اللي اتربى على طبلية أبوه. النوعية دي من البشر ما يعرفوش يعني إيه قلب راضي وعقل مش شايل هم حاجة. محروم الرباية بني آدم ما يعرفش ياكلها بشرف، فأسهل وسيلة بالنسبة له إن يطلع فوق كتاف الناس ويجيب في سيرة الخلق. أنا كل يوم بحمد ربنا إن أبويا وأمي تعبوا في تربيتي. يمكن ما دخلتش أحسن مدارس ولا اتخرجت من أحسن جامعات، لكن مدرسة أبويا وأمي ادتني ماجستير احترام ودكتوراه في النور.